بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح لنا بها يا رب أبواب الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة، ورجعنا لكم يا جماعة بعرض جديد، عرض خفيف للناس اللي هي طالبة مننا العشر روس وخمستاشر راس وسبعتاشر راس. أو ده يا جماعة ده عرض خمستاشر راس، دول فيهم نتاية، فيهم نتاية وفيهم 14 خروف، العدد الإجمالي على بعضه 15 راس. احنا نفرزه لكم يا جماعة ايه، ادي واحد، ادي كل حاجة نفرجيكم حاجة حاجة كأنك قاعد بالظبط. ونرجع برضو بالكاميرا لورا عشان تشوف المال بعينك. هم يا جماعة دول 15 راس بالصلاة على حضرة النبي. ادي يا جماعة هذا الطرف يا جماعة، واللي بيعرض يا جماعة في ناس بتعرض ربنا يصلح حالنا وحالهم، في ناس بتتكلم وبتلقح بالكلام برضو. أنا أتحداها الناس دي إذا جابت المال ديه، وأتحداها إذا وراك طرف الخروف بتاعه برضو. الصلاة على حضرة النبي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. أقول لك إن في ناس بتعرض في قنوات تانية بكذا، وفي ناس بتعرض في قنوات تانية بكذا. أنا المال بتاعك ده مش سكتي، والله المال بتاعك ده مش سكتي، انا الطيب سكتي يا باشا، اهو ده الطيب سكتي. بالصلاة على حضرة النبي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. دول يا جماعة 15 راس فيهم نتاية، اوريكم النتاية برضو اهي السودة دي النتاية اللي فيهم اهي. بالصلاة على حضرة النبي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هم ال 15 راس هنفرجيكم عليهم حي حي. فيهم يا جماعة للمصداقية ده واحد اثنين ثلاثة، دول أقل اثنين في العرض، ثلاثة في العرض، أقل ثلاثة في العرض دول. وللمصداقية عشان إحنا بنبني في القناة دي للمصداقية ما بيني وما بين المشاهدين. خروف دي أنا لما رحت جبت الحبل دي ده ما كانش فيه حاجة، لما جينا نزلناه هنا لقينا رقبته زي ما تقول خد له خبطة من العربية، ففي جزع في الرقبة، لكن هو ما فيهوش حاجة أهو، في جزع في الرقبة اهو، رقبته كده زي ما بتقول فيها جزع كده، لكن انا لما رحت جبته اشتريته من هناك ما فيهوش حاجه. واللي مش عايزه انا تحت امره برضه، عايزه 14 راس من غيره تمام تحت امره. بالصلاه على حضره النبي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذا يا جماعه الخرفان وصنعه الخرفان، بالصلاه على حضره النبي هنفرجيكم عليهم حاجه حاجه. النهارده يا جماعه في عرض تاني معانا برضه هنعرضه لكم. بالصلاة على حضرة النبي، دول 15 راس يا جماعة، اللي عايز الخروف ده ماشي، اللي مش عايزه برضه ماشي، دول هيكونوا دايرين على 1900 جنيه للراس. والله والله يا جماعة الخرفان اليومين دول فيها شدة، الخرفان اليومين دول فيها شدة، يعني حوار السعر ده مش بتاعنا احنا، احنا في عرق بنحطوه وحاجة والله يعلم ربنا بيها. فالحمد لله، احنا عايزين يبقى الشغل رايح جاي ما بينه وبين المشاهدين، وبينه وبين الناس اللي هي بتتاجر سواء من الصعيد او سواء من بحري. احنا تحت امر اي حد في اي حاجه، وان شاء الله يومين تاني هيبقى في موجود عروض. والنهارده في نازل عروض في ثلاث، ولا خلوها في الفيديو اللي جاي احسن. هذا يا جماعه دول 15 راس، مش هنطول على حضراتكم، بالصلاه على حضره النبي دايرين على 1900 جنيه للراس، واللي عايزه انا تحت امره. برضه يا جماعه في نقطه، احنا بنحمل وفي يعني ايه وسط التحميلات كده بني نحط لك فيديو بتاع التحميل، فاحنا شوال الذهب زي شوال التراب عندنا، هتحول لي فلوسك هبعت لك حاجتك، يا اما تاي تنزل تستلم بنفسك، لكن النظام ان هي البهايم تروح هناك وتستلم فلوس العربيه لا، ده ما فيش، معلش سامحوني فيها الناس اللي بتكلم وتقول لها هديك حسابك في العربيه، انا بقول في الفيديو اهو، تاي تنزل بنفسك تشرفني وتاخد واجبك وتحت امرك وتشيل بهايمك زي ما بيعملوا الناس اللي بتايه وبتريحني وبريحها. في ناس بيبقى في امان وفي مصداقيه بيحول الفلوس، بشحل له الحاجه في عربيه وانا تحت امره، واشوف عربيتك كام وتحت امره. لو كان عرض مثلا صغير زي كده مثلا ممكن ايه نشوف عرض تاني وبنشحنه معاهم بنزقوه في النص كده. لا عايز عربيه تحمل لغايه عندك، والله يا جماعه النولون اليومين دول شادد. بالنسبه الناس عارفه طبعا، الناس المغتربين عارفه ان احنا داخلين على موسم بطيخ وموسم شمام وموسم طماطم، فالناس عارفه ان العربيات وانه والسواقين اللي متابعه القناه برضه عارفه ان النولون شادد اليومين دول، فانا تحت امركم. دول 15 راس فيهم
نتاية وفيهم 14 خروف، الراس دايرة فيهم على 1900 جنيه. أنا رقمي يا جماعة مش هطول عليكم في الفيديو، رقم 011 010 400، اللهم صل على سيدنا محمد، 010 15 400 420 713. هنقول الرقم تاني، 010 15 420 713. أخوك أحمد البحيري. في نهاية الفيديو، لو عجبكم الفيديو يا جماعة ما تنسوش تشجعونا كده، والناس احنا ماشيين بفضل ربنا ثم تشجيعكم، والله احنا ماشيين بفضل ربنا ثم تشجيع الناس. ومتشكر لكل راجل جدع بيكتب تعليق حلو، تعليق يعني بيفرح الواحد بيه، اللي بيجبر خاطر الناس ربنا بيجبر بخاطره، وربنا يجبر بخاطركم جميعا ان شاء الله يا رب. في نهاية الفيديو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.